منذ قرون مضت وبالأخص في عام 1845 انتشرت الأبية في الإمبراطورية العثمانية. بسببها قررت والدة السلطان العثماني بزمعالم إنشاء المستشفى، وذلك بعد رؤيتها في المنام أنها تساعد المرضى والمحتاجين، وأن الناس سوف يذكرونها بخير لزمن طويل. وبعد عناء طويل وتقديم تضحيات كبيرة قامت بإنشاء المستشفى، وكان الهدف تقديم المساعدة للمرضى والمحتاجين. وقد أصبح المستشفى رائداً في مجال الطب بأول طبيبة تعمل فيه. وحافظ المستشفى على المبادئ الأساسية التي أسس عليها. تعتبر جمعية بزمعالم بمثابة أم تقدم الخدمة للمجتمع. قام المستشفى بزيادة عدد الموظفين وتكبير المبنى من سعة 200 سرير إلى 600 سرير، ومنذ عام 2010 يخدم المستشفى أكثر من 7000 مريض يومياً تحت اسم مستشفى جامعة وجمعية بزمعالم. 18163 متر مربع مساحة المبنى، 18 سريراً للعناية المركزة لحديث الولادة، 8 أسرة للعناية المركزة لمرضى القلب، 6 أسرة للعناية المركزة لمرضى القلب والشرايين، 43 سرير عناية مركزة، 108 أسرة، 11 سريرا للعناية المركزة العامة. قسم الطوارئ على مدار الساعة. و60 غرفة خاصة للأطباء. قسم أسنان كامل التجهيز. ودعم قوي لقسم العناية المركزة. ست سالات عمليات كاملة التجهيز، ثلاث غرف خاصة وعازلة، قسم تفتيت الحساء في الكلية، 18 سرير عناية مركزة لحديث الولادة، ولادة بدون ألم. قسم نازول كامل التجهيز. وحدة القسطرة. مركز العلاج الكيميائي. مئة وستة وخمسون سريرا، غرف خاصة وملكية مطلة على البحر، 11 سرير عناية مركزة. مركز تجميلي. كادر مختص وذو خبرة عالية. كادر من أساتذة جامعيين في كل الاختصاصات. نقوم بتقديم أفضل الخدمات وأحدثها إلى جميع المرضى القادمين من مختلف الدول بكادر طبي أكاديمي مختص. وقد تم تحقيق نجاحات أولية، وذلك بالاستمرار على النهج والأسس التي تم تأسيس المستشفى على أساسها.